السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الأعزاء، نتابع دروسنا ودرسنا لهذا اليوم تحت عنوان كيف أستقصي كتلة وحجم وشكل مواد صلبة مختلفة الجزء الثاني. يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادراً على أن تفسر اختلاف كتلة الأشياء الصلبة التي لها نفس الحجم، تقارن كتلة الأشياء المجوفة والأشياء المصمتة. بداية، هيا أحبائي نتذكر ماذا تعلمنا في الدرس السابق. تعلمنا عن الفرق بين الكتلة والحجم، وعرفنا بأن الكتلة هي مقدار المادة الموجودة في الجسم، أما الحجم هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم، وعرفنا بأنه تقاس كتلة الأجسام الكبيرة بوحدة الكيلوغرام والأجسام الصغيرة بوحدة الجرام، وأن 1 كيلوغرام يساوي 1000 جرام، وعرفنا أداة قياس الكتلة. أما الحجم فإنه تقاس حجم الأشياء الصلبة بوحدة السنتيمتر مكعب، والأشياء الصلبة التي نقيسها بإزاحة السائل تقاس بوحدة اللتر أو بوحدة المليلتر، وعرفنا بأن 1 لتر يساوي 1000 مليلتر. وعرفنا كيف نقيس حجم الجسم المنتظم، والجسم المنتظم هو الشكل الذي تتساوى جوانبه وزواياه، ولقياس حجم الجسم المنتظم نستخدم المسطرة لإيجاد الارتفاع والعرض والطول، ثم نجري العملية الحسابية التالية، حيث أن حجم شبه المكعب يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. وعرفنا كيف نقيس حجم الجسم غير المنتظم، والجسم غير المنتظم هو شكل يختلف فيه حجم الزوايا والجوانب، ولإيجاد حجم الجسم غير المنتظم فإننا نستخدم وعاء الإزاحة والدورق المدرج، ويكون حجم الجسم غير المنتظم يساوي مقدار الماء المزاح. هيا يا بطل، قم بفتح الكتاب صفحة 76 ولنبدأ النشاط رقم 4، كيف أقارن أشياء صلبة لها الحجم نفسه؟ انظر عزيزي الطالب إلى الأشياء الموجودة أمامك، لاحظ تشابه قطعة الخشب مع الإسفنج، توقع كتلة كل منهما، وهيا نقيس حجم الشيئين من خلال هذا الفيديو. أمامك عزيزي الطالب مادتان، الأولى مصنوعة من الخشب والثانية مصنوعة من الإسفنج. اتبع عزيزي الطالب الخطوات التالية لتستطيع أن تملأ الجدول أمامك. أولا، قم بقياس حجم قطعة الخشب إذا علمت بأن طولها 10 سنتيمتر وعرضها 3 سنتيمتر وارتفاعها 6 سنتيمتر. أحسنتم. قم الآن بقياس حجم قطعة الإسفنج إذا كان لها نفس الأبعاد، طولها 10 سنتيمتر وارتفاعها 6 سنتيمتر وعرضها 3 سنتيمتر. أحسنتم. ثانيا، توقع عزيز الطالب كتلة كل من القطعتان قبل وضعهما على مقياس الكتلة. لقد توقع خالد بأن كتلة الخشب 60 غراما، وتوقع بأن كتلة الإسفنج 60 غراما أيضا لأن لهما نفس الحجم. هل هذا الافتراض صحيح؟ لنعرف ذلك، قم بقياس عزيزي الطالب قطعة الخشب، قياس كتلتها على مقياس الكتلة. سجل عزيزي الطالب قراءة مقياس الكتلة. أحسنتم. قم الآن عزيزي الطالب بقياس كتلة قطعة الإسفنج وضعها على مقياس الكتلة. أحسنتم. الآن أجب عن الأسئلة التالية، هل لهذه الأشياء نفس الحجم؟ أحسنتم. هل لهذه الأشياء نفس الكتلة؟ أحسنتم. ماذا نستنتج إذن عزيز الطالب؟ الأشياء المتساوية في الحجم
قد تختلف في الكتلة. بعد إجراء النشاط السابق، هيا نسجل البيانات في الجدول الموجود أمامك. لدينا قطعة الخشب، قمنا بحساب الطول والعرض والارتفاع وأوجدنا الحجم، حيث أنه يساوي 180 سنتيمتر مكعب، وهو حجم قطعة الخشب ويماثل حجم قطعة الإسفنج. هنا نسجل توقع الكتلة السابق، وهنا نسجل الكتلة التي حصلنا عليها من خلال النشاط. لاحظ البيانات الموجودة أمامك، ثم حاول الإجابة عن السؤال التالي: هل لهذه الأشياء الصلبة الحجم نفسه؟ لاحظ البيانات وقم بالإجابة عن السؤال. أحسنت، نعم لديها نفس الحجم، لكن هل لهذه الأشياء الصلبة الكتلة نفسها؟ لاحظ البيانات، لا إنها تختلف بالكتلة، اشرح إجابتك. أحسنت، يمكن أن يكون للأشياء الصلبة الحجم نفسه في حين تختلف كتلها، وهذا ما تعلمناه. سؤال التحدي: لماذا تختلف كتل بعض المواد على الرغم من تشابه أحجامها وأشكالها؟ فكر في الإجابة وتناقش مع معلمتك. والآن هيا يا أبطال إلى النشاط 5. كيف يمكنني أن أثبت أن حجم الشيء لا يدل على كتلته؟ لاحظ عزيزي الطالب الصور الموجودة أمامك، تأملها ثم قم بالاختيار. ما الاختلاف بين الشيئين الظاهرين في الصورة؟ لاحظ الصورة جيدا ثم فكر، ما الاختلاف في الكتلة أم الحجم؟ أحسنت، تختلف في الكتلة، ولماذا؟ اشرح إجابتك. أحسنت، اختلفت كتلة الشيئين بسبب اختلاف المادة التي صنعت كل منهما. لاحظ الصور. ماذا تعلمت من النشاط؟ تعلمت أنه يمكن أن تكون للأشياء التي لها نفس الشكل والحجم كتلة مختلفة، وذلك لاختلاف المادة التي صنعت منها، حيث أن مسطرة بلاستيكية ومسطرة حديدية لديهما نفس الحجم ونفس الشكل، لكن تختلف بالكتلة بسبب اختلاف المادة التي صنعت كل منهما. هيا يا أبطال نفتح الكتاب صفحة 81 لأتحقق مما تعلمت وحل السؤال التالي: عندي لعبة تركيب بلاستيكية خفيفة وأخرى معدنية، أي اختلاف يظهر بينهما بالرغم من أن شكلهما وحجمهما متساويان؟ ثم أفسر إجابتي. لاحظ الشكل ثم فكر في الإجابة. أحسنت، اختلاف الكتلة بسبب اختلاف المادة التي صنعت منها كل منهما. انظر يا بطل إلى الجسمين التاليين، أيهما له كتلة أكبر؟ لاحظ الشكل المصمت وهو الشكل المملوء من الداخل، ولاحظ الشكل المجوف وهو الشكل الفارغ من الداخل، أيهما له كتلة أكبر؟ الشكل المصمت كتلته أكبر، والشكل المجوف كتلته أقل، ولكن هل أستطيع جعل الأجسام الكبيرة أقل كتلة؟ أفكر وأناقش مع معلمي. هيا ننتقل إلى النشاط رقم 6. هل الأجنحة المجوفة أفضل من الأجنحة المصمتة؟ قام محمد بصنع مجسم لطائرة أجنحتها مجوفة، وقام بلال بصنع أخرى بأجنحة مصمتة كما في الشكل التالي، وأرادا أن يختبرا كلا منها بعد صناعتها. لاحظ طائرة محمد بأجنحة مجوفة وطائرة بلال بأجنحة مصمتة، لاحظ أن للطائرتين الحجم نفسه. والآن هيا نقارن بين الطائرة التي صنعها محمد والتي صنعها بلال في الجدول التالي. لاحظ طائرة محمد ذات الأجنحة المجوفة وطائرة بلال
ذات الأجنحة المصمطة. والآن ما نوع الأجنحة في طائرة محمد؟ نعم إنها مجوفة. وطائرة بلال؟ إنها أجنحة مصمطة. قارن بين طائرة محمد وبلال من حيث الكتلة. طائرة محمد أخف وطائرة بلال أثقل. ما مقدار التحليق؟ طائرة محمد أكثر تحليق وطائرة بلال أقل تحليق. لاحظ بأن طائرة محمد الأخف كتلة هي الأكثر تحليق، وأن طائرة بلال الأثقل كتلة هي أقل تحليق. والآن أي طائرة حلقت على نحو أفضل؟ أدرس البيانات في الجدول ثم فكر في الإجابة. أحسنت، الطائرة ذات الأجنحة المجوفة التي صنعها محمد. هل تساعد الأجنحة المجوفة الطائرة على التحليق على نحو أفضل؟ نعم، تساعدها على التحليق على نحو أفضل. أحسنتم. هيا يا أبطال نجيب عن هذه الأسئلة المتعلقة بالطائرة. هل لأجنحة الطائرة حجم كبير أم صغير؟ أحسنت، حجم كبير. كيف أجعل هذه الأجنحة الكبيرة خفيفة الكتلة؟ فكر قليلا. أحسنت، أجعل الأجنحة مجوفة. ما أهمية أن تكون أجنحة الطائرة خفيفة؟ فكر قليلا. أحسنت، حتى تستطيع الإقلاع بسهولة والتحليق أكثر. إجابة رائعة. هيا يا أبطال أتحقق مما تعلمت وأفتح الكتاب صفحة 82 لأحل هذا السؤال. عندي شيئان مصنوعان من المادة نفسها، ولهما الحجم نفسه والشكل نفسه، أحدهما علبة والثاني قالب مصمت. لاحظ الشكلين. أشرح أي الشيئين له الكتلة الأصغر وأعلل إجابتي. أفكر قليلا. أحسنت، العلبة لأن كمية المادة فيها أقل. إجابة رائعة. ماذا تعلمت من درس اليوم؟ هيا نلخص ما تعلمنا. يمكن أن تكون للأشياء التي لها الشكل نفسه والحجم نفسه كتلة مختلفة، وذلك لاختلاف المادة التي صنعت منها، كما في قطعة الإسفنج وقطعة الخشب. كما تعلمنا أنه للمواد المستخدمة في صناعة بعض الأشياء الصلبة كتلة كبيرة. يمكن تشكيل هذه المواد مجوفة لتقليل الكتلة مع بقاء الحجم على حاله، كما في أجنحة الطائرة. هيا أتحقق مما تعلمت وأجيب عن هذا السؤال. يمثل الشكل المجاور كرة قدم، الأولى مجوفة والأخرى مصمتة. لاحظ الشكل ثم أجب عما يلي. صف حجم وشكل كل من الكرتين، لهما نفس الحجم ونفس الشكل. أحسنت. والآن هل للكرتين نفس الكتلة؟ لاحظ الشكل وفكر في الإجابة. أحسنت، لا، المصمطة بها مادة أكثر فيكون لها كتلة أكبر. والآن قارن بين الكرتين في الجدول التالي لتحدد أي منهما أفضل للعب. نقارن بين الكرة المجوفة والمصمطة من حيث الكتلة وسهولة اللعب بها. الكرة المجوفة تكون كتلتها أخف. أحسنت. أما الكرة المصمطة فتكون أثقل. أحسنت. أيهما أسهل للعب بها؟ الكرة المجوفة أسهل والكرة المصمطة أصعب. إذن أي الكرتين أفضل للعب؟ أحسنت، إنها الكرة المجوفة. بارك الله فيكم. وفي نهاية درسنا أعزائي الطلاب أشكركم على استماعكم وألقاكم في الدرس القادم. أستودعكم الله.